فارغ اليدين يعود المواطن نعمان الشعبي بعد ساعات من البحث عن أضحية العيد بسوق الخميس بمديرية القبيطة في محافظة لحج. ارتفعت أسعار المواشي إلى حد لا يستطيع فيه المواطن شراء أضحية العيد الذي بات ثمنها يفوق 3 أضعاف راتب الموظف البسيط. جيت اليوم هذا إلى سوق الخميس لكي نشتري عيد، بس مع ارتفاع الدولار يعني نقول لك ما قدرنا نشتري الآن مواشي يعني، ولا قدرنا نشتري عياد ولا قدرنا. شكلت الحرب وتدهور العملة المحلية عاملين أساسيين في ارتفاع أسعار الأضاحي، والتي تفاوتت بين 50,000 و80,000 ريال للأضحية الواحدة، وهو ما يزيد من أعباء المواطنين في تحمل نفقات الأضاحي بشكل غير مسبوق. كان قبل العام أسعار الأضاحي رخيص، نزحت من بيوتها سبب الحروب وباعت الأضاحي رخيص. الآن الناس عادوا لبيوتهم وأسعار الأضاحي غالي من 70 ومن 80 ومن 100، والعملة حقنا اليمني ما هي شيء. شراء الأضحية ليس الهم الوحيد الذي يعاني منه المواطنون هذا العام، بل تعددت همومهم بتعدد الكثير من المتطلبات الأخرى والتي جعلت فرحة العيد الكبيرة ناقصة، محكومة بمنغصات زادت من عبء كاهل رب الأسرة. سامح عبد الوهاب، قناة بلقيس، محافظة لحج.